مجلس الوزراء المهندس محمد الشاع السوداني وفق متطلبات البرنامج الحكومي، تقوم أمانة بغداد اليوم 8 حزيران بتوقيع العقد الخاص بتقديم مشروع الخدمات الاستشارية لمدينة الصدر الجديدة والشركات الاستشارية، وعلى بركة الله فيتفضل السادة المسؤولين. شكرا سعادة الأمين. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة اليوم يعتبر إنجاز كبير وخطوة مهمة في مسيرة هذا المشروع المهم لبغداد وأهالي بغداد. توقيع العقد الاستشاري بين الشركات، ائتلاف الشركات العالمية، شركة أي أم تك الإماراتية وشركة أرابتك جردان العالمية واتحاد المستشارين، حقيقة مع أمانة بغداد جاء بناء على توجيهات السيد رئيس الوزراء. المشروع مدينة الصدر هو مشروع مميز راح يكون على أرض مساحتها تقريبا 4400 دونم. المشروع سيتكون من تقريبا 90,000 وحدة سكنية. والمشروع بسم الله الرحمن الرحيم، اليوم تم توقيع عقد الخدمات الاستشارية لمشروع مدينة الصدر الجديدة برعاية السيد رئيس مجلس الوزراء. التعاقد الذي تم اليوم مع هذه الشركات هو كان بناء على توصيات لجنة تطوير وإعمار مدينة الصدر التي رأسها السيد رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد الشاع السوداني. في المدة الماضية هذه اللجنة عقدت مجموعة من الاجتماعات، وكانت اجتماعات مكثفة لغرض وضع رؤية وإنضاج فكرة مشروع مدينة الصدر لغرض وضعه على الطريق الصحيح ليكون مشروعاً حقيقياً على الأرض. النماذج اللي راح تعدها الشركة الاستشارية هي راح تأخذ بنظر الاعتبار كل الجوانب البيئية والحياتية والمعيشية للسكان واحتياجاتهم ومتطلباتهم. توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء ما يتعلق بملف السكن يولي السيد رئيس مجلس الوزراء هذا الموضوع أهمية قصوى، وخصوصا بناء المدن الجديدة والمجمعات السكنية. تركز هذا التوجه على الانطلاق من رؤية شاملة وجامعة تضمن عدم تكرار الأخطاء في المراحل السابقة أو التوسع بلا حسابات للخدمات، وسيركز هذا البرنامج على وضع حلول حقيقية وجذرية لمشكلة السكن في العراق عامة وفي مدينة بغداد خاصة. رئيس مجلس الوزراء يتابع بشكل شخصي مجريات المضي بهذا المشروع، واليوم هي كانت الخطوة الأولى بناء على توصيات اللجنة التي رأسها السيد رئيس مجلس الوزراء. وقعنا العقد الاستشاري، والسيد رئيس مجلس الوزراء هذا العمل سيكون وفق توقيتات زمنية محددة، وإن شاء الله ستكتمل وفق ما مرسوم لها من قبل البرنامج الحكومي. مشروع مدينة الصدر الجديدة هو رؤية متكاملة ينفذ خارج الأحياء القديمة التي تعاني من الضغط السكاني في المدينة، وهو مشروع ينصف هذه المدينة المضحية التي عانت طويلاً من شح الخدمات والإهمال في عقود سابقة. التنفيذ راح يخضع لمعايير جودة عالمية واشتراطات عمرانية ملائمة للبيئة المحلية، وتراعي الاستدامة في مسار الخدمات والصيانة وإمكانية التوسع والتطوير، مثل ما سيتم تطبيق أنظمة اقتصادية تنافسية تضمن أفضل الأسعار وأنسبها للمواطن. العمل في مدينة الصدر الجديدة مثل ما ذكرت سيكون وفق توقيتات زمنية وجارية، وتجري المتابعة اليومية لها من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء بشكل شخصي. ذوي الدخل المحدود والعوائل الفقيرة وقرب خط الفقر لهم حصة في كل مشاريع السكن في بغداد وفي باقي المحافظات وفق نماذج اقتصادية تستهدف المحتاجين فعلاً، وتمكن أيضاً القطاع الخاص من العمل والمضي في استكمال المشاريع إلى إتمامها. سابقاً كانت التجاوزات تعيق عملية تنفيذ المشاريع، كان هناك تخطيط لبعض المشاريع ولكن كثرة التجاوزات على هذه الأراضي المخصصة لتلك المشاريع منع من تنفيذها. اليوم هذا المشروع
وضعنا اللمسات الحقيقية ووضعنا الخطوات الحقيقية للحفاظ على أراضي هذه المشروع، على أراضي هذا المشروع من أي تجاوز لحين إتمام تنفيذه بشكل كامل. أيضاً بمجرد البدء بمشاريع المدن الجديدة ومشروع مدينة الصدر سيكون هناك انعكاس واضح على أسعار الوحدات السكنية في مدينة بغداد، وستستقر أسعارها الحقيقية وليست الأسعار التي حالياً تجري المضاربة بها، وهناك ثقة في الإجراءات الحكومية وفي التصميم على الشروع في هذه المشاريع ذات الانعكاس الإيجابي على مجال الاقتصاد العراقي. كل المجمعات السكنية والمدن الجديدة ستكون مهيئة من الناحية القانونية ومن ناحية ملكية الأراضي، وكذلك عدم تعارضها مع مشاريع البنى التحتية، وهي مسائل وقضايا كانت تؤخر الإجراءات سابقاً. يعني العديد من المشاريع السابقة وتوزيع قطع الأراضي السابقة كانت توزع وكانت تفتقر للخدمات الأساسية للمدينة. اليوم مشاريعنا الجديدة هي الأساس فيها وتوفير الخدمات والبنى التحتية ابتداءً لغرض المضي بتنفيذ هذه المشاريع. بالحقيقة منذ نهاية السبعينات ولأول مرة وبتوجيه السيد رئيس مجلس الوزراء يجري العمل على ملف المدن الجديدة ضمن حسابات شاملة، واليوم مشروع مدينة الصدر هو قطب من أقطاب النمو السكاني في مدينة بغداد، بالإضافة إلى الأقطاب الأخرى التي أقرها المخطط الإنمائي الشامل الجديد لمدينة بغداد عام 2030. وهذه الرؤية الشاملة هي لا تكتفي فقط على إنشاء مجمعات سكنية، ولكن أيضاً تنظر بربط هذه المجمعات وإنشاء أحياء متكاملة ترتبط مع المدن الموجودة حالياً. وفق توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء، مشاريع السكن الجديدة تستهدف تحقيق التوازن بين دعم مشاريع الإسكان لذوي الدخل المحدود وبين تشجيع القطاع الخاص والمستثمرين على المشاركة في تشييد هذه المشاريع. بالحقيقة هذا كان عرض عام لما تم اليوم من توقيعه، بالإضافة إلى رؤية الحكومة وفق برنامجها الحكومي لتنفيذ المدن الجديدة ومدينة الصدر تحديداً. وإذا كان هناك أي سؤال أو استفسار من القنوات الفضائية اللي موجودة، إحنا مستعدين للإجابة. ابتداءً المشروع سيشيد على ثلاث قطع عائدة إلى الدولة، قطعة تابعة إلى أمانة بغداد، وقطعة تابعة إلى وزارة المالية، وقطعة تابعة إلى وزارة العمارة والإسكان، وصدر قرار بتحويل ملكيات هذه القطع الغير تابعة لأمانة بغداد إلى أمانة بغداد. التصميم أو العقد الاستشاري سيضم جميع هذه المناطق. المنطقة تحديداً هي خلف السد في مدينة الصدر، تقع خلف مدينة الصدر الحالية وتمتد باتجاه مناطق المعامل ضمن قطاع الزوراء. الذي يفرق في هذا المشروع أنه تم وضع توقيتات زمنية محددة لغرض الشروع بالتنفيذ. يعني اليوم إحنا مو فقط راح نوضع تصاميم ودراسات استشارية وتضع أدراج الرفوف مثل الدراسات السابقة، لا، اليوم بالتواكب مع مراحل تقدم الدراسة الاستشارية، يعني إحنا من ضمن المخطط خلال 5 أشهر من توقيع العقد ستكون المرحلة الأولى للتنفيذ جاهزة لإعلانها لشركات لغرض تنفيذها على أرض الواقع. الفئات المشمولة مثل ما ذكرت كل المواطنين يكونون مشمولين ضمن خط الفقر، العوائل الفقيرة، الشرائح المجتمع، لأن هذه المدينة هي إحدى المدن التي ستقلل من أزمة السكن وفقرية الحكومة ضمن المدن الجديدة. هذه هي الرؤية اللي تناقشنا بها مع الاستشاري. مدينة الصدر الجديدة هي مدينة حديثة تعتمد تقنيات حديثة وفق أساليب بناء حديثة، مع الأخذ بنظر الاعتبار طبيعة ساكنين هذه المدينة. الرؤية راح تكون مختلفة، المنطقة ستكون مقسمة إلى عدة قطاعات ضمنها ارتفاعات عمودية وارتفاعات أفقية، مع توفير كافة الخدمات والبنى التحتية لهذه المدينة. نعم. المساحة التي سيتم فيها هذه المدينة والمدة لتنفيذ المشروع تضغط على الوحدات السكنية حتكون
نعم، ابتداء المساحة الكلية للمشروع هي 4400 دونم للأراضي اللي أشرت لها وعائدياتها. المستهدف ابتداء هو 90,000 وحدة سكنية قابلة للزيادة والنقصان وفق الرؤية الاستشارية. احنا ابتداء المرحلة الأولى اللي ستكون جاهزة للتنفيذ في غضون 5 أشهر الأولى من إعداد الدراسة للبنى التحتية وللمرحلة الأولى من المشروع، هذه ستدخل حيز التنفيذ إن شاء الله قريبا، وستكون على أراضي خالية من التجاوزات وأراضي جديدة لم يتم التجاوز عليها سابقا. الأخوة، أي سؤال أو استفسار آخر؟ شكرا جزيلا.